أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: من هم علماء الجرح والتعديل في عصرنا الحاضر؟ والله ما نعرف أحد من علماء الجرح والتعديل في عصرنا الحاضر. علماء الجرح والتعديل في المقابر الآن، ولكن كلامهم موجود في الكتب، كتب الجرح والتعديل. والجرح والتعديل في علم الإسناد، رواية الحديث، ما هو بالجرح والتعديل في سب الناس وتنقصهم وفلان فيه كذا وفلان فيه كذا ومدح بعض الناس وسب بعض الناس، هذا من الغيبة ومن النميمة، وليس هو الجرح والتعديل. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.